شفنا ازاي الله سبحانه وتعالى كان بيهيئ يثرب لتكون هي محضن هذه الدعوة، كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في الدعوة والتربية. كل موسم يمر بوفود القبائل يعرض عليهم الإسلام حتى أذن الله ببداية بزوغ الفجر. يأتي الموسم فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض نفسه على القبائل كما يفعل دائما، فبينما هو عند العقبة إذ به يلقى نفر من الخزرج، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. من أنت؟ فعرفهم صلى الله عليه وسلم بنفسه ودعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فاطمأنت نفوسهم إلى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته. كان اليهود اللي معاهم في المدينة كل ما تحصل مشكلة معاهم يهددوهم ويقولوا لهم: إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه، نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله أنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وآمنوا به، ثم قالوا: قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك الدماء، ونحن حراس على ما أرسلك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة، وإنا لنشير عليك برأينا، فامكث على رسلك بسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك وندعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله يصلح ذات بينهم ويجمع لهم أمرهم، فإن اليوم متباغضون متباعدون، ولكن نواعدك الموسم القادم من العام المقبل. فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. سبحان الله، قلوب شابة جديدة تنفتح للخير وتشرق بنور الإسلام، والعل ده كان نتيجة لجهود الاثنين من الشباب اللي قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده وحكينا عنهم. وسبحان الله من البداية تحس فيهم طبيعة الخزرج السمحة، تلاقي استجابتهم عفوية وصادقة. من أنتم؟ نفر من الخزرج. أمن موالي يهود؟ نعم. أفلا تجلسون أكلمكم؟ بلى. من أنت؟ فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيستجيبوا لدعوته، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش نكر عندهم ولا غريب عنهم، لأن أخواله صلى الله عليه وسلم بني النجار من المدينة، وجايز يكون ده أحد عوامل تقبلهم لمبادئ الإسلام بالأريحية والعفوية دي. لكن الواضح أن السبب الأكبر هو وجود اليهود في المدينة. الخزرج النهاردة في حرب رهيبة من اليهود، في جراح عميقة منهم. اليهود كانوا حلفاء أعداء الخزرج الأوس، كانوا هم اللي بيشعلوا فتيل الحرب دايما وبيسخنوا الأوس أكتر، لدرجة أن في أحد المعارك انتصر الأوس كعادتهم فتوقفوا عن القتال، فإذا باليهود يدعونهم إلى الاستمرار في القتال للقضاء على الخزرج نهائيا، إبادتهم الوجود لولا أن صوت العقل والضمير نطق على لسان واحد من الأوس. فالمسألة بين الخزرج واليهود بالذات تجاوزت مرحلة المعايشة إلى مرحلة الحقد والأخذ بالطار، الحقد اللي كان اليهود بيزودوه يوم بعد يوم بالتهديد المستمر للخزرج بأن هم هيبيدوهم جميعا لما يجي نبي آخر الزمان اللي هم مستنيين. فجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الخزرج كوابل مطر نزل على أرض ظمأة. ياه، معقولة؟ هو ده النبي اللي كان اليهود بيهددون به؟ طب ليه ما نسبقهمش احنا ونتبعه؟ فرصة عمر ما تتفوتش. ويأتي وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقطر صدقا فيشجعهم ويطمن قلوبهم أكتر، فآمنوا بكل ما يحمل القلب من تصميم وإصرار على السبق إلى هذا النور. عشان كده الموضوع ما وقفش عند ان هم اسلموا بس، بل قرروا ان هم يتبنوا هذه الدعوة ويحموها، الامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقاله سنين بيدور عليه، من يؤويني حتى ابلغ رسالة ربي. فنلاقيهم فورا مش بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم على انهم يسلموا، لا، دول بيبحثوا معاه امر الدعوة كلها وبيفكروا معاه وبيقترحوا عليه ازاي يكون التصرف مع اهل يثرب في الظروف اللي البلد فيها حاليا من خلافات ونزاعات داخلية. قد علمت الذي بيننا من الاختلاف وسفك الدماء، ونحن حراس على ما أرسلك الله به، مجتهدون لك بالنصيحة. سبحان الله، الأنصار أمة تبحث عن قائد، ولقوه أخيرا، وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ان هم اتفقوا ان هم يتوجوا عبد الله بن ابي ملك عليهم، وخلاص على وشك ان هم يتوجوه بالفعل، وهو منهم من الخزرج، لكن في معطيات جديده جدت غيرت الموقف تماما. النهارده هم واقفين امام رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى اليه من السماء، مفيش وجه مقارنه اساسا. ده غير انهم مش ناسين ان ابن ابي فرضته عليهم ظروف خاصه، ظروف الحرب. الأوس وافقوا عليه على مضض لأنه ما شاركش في حرب بعاث الأخيرة، والخزرج وافقوا عليه على مضض لأن الأوس قبلوه، لكن هم مش ناسين أنه خذلهم في الحرب وما شاركش في القتال. ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الساحة غير المعادلة تماما، ما بقتش القضية دعوة لسيادة قائد على قائد أو عشيرة على عشيرة، لا، القضية بقت دعوة إلى أن هم جميعا خزرج وأوس يصبحوا أنصار هذا النبي، ينشروا دعوة الله في الأرض تحت رايته. فزي ما شفنا
استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ووعدوه أن يلاقوه في العام المقبل، وعادوا إلى يثرب بذور صالحة غرست في أرض معطاء، وبعد عام بإذن الله توشك أن تؤتي تلك البذور ثمارها فيخضر وجه الأرض. هؤلاء الستة أهموا بأعظم دور في الدعوة لدين الله في صفوف الأوس والخزرج. على أيديهم انتشر الإسلام في المدينة، فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها من يعبد الله وحده ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لعل السنة دي كانت بركتها أكبر من العشر سنين اللي فاتوا من عمر الدعوة كلها، ولعل انتشار الإسلام في يثرب في السنة دي كان أكتر من انتشاره في مكة في العشر سنين اللي فاتوا من عمر الدعوة. منعطف جديد في الدعوة بعد جهاد مضني وصبر طويل، إنجاز اتحقق على أيدين الست شباب دول لما لقوا المناخ المناسب والجو الملائم للدعوة الجديدة. وتمر سنة ويجي موسم الحج، ويأتي ركب الحجيج من المدينة يحمل بين مطاياه قلوبا توحد الله وتؤمن برسول الله. وفد يثرب من الأنصار مشوا إلى رسول الله بعد انتهاء شعائر الحج، غسلوا أيديهم من دماء الثارات الجاهلية بماء زمزم، غسلوها ومدوها للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه ليلا وعيون مكة نائمة لا تدري ما يجري على أرض العقبة. فيبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. كان عددهم مش كبير، 12 واحد، ولكنهم حملوا هم هذه الدعوة، وكانت البيعة دي فخرهم إذا تفخر الناس، حتى يقول كعب بن مالك وكان من الاثناشر دول: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. تمر سنة على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب الستة من الأنصار، وكانت ثمرة السنة دي أن العدد اتضاعف من 6 إلى 12. عدد مش كبير، لكن ده طبيعي جدا لأن المرحلة دي مرحلة انتقاء واصطفاء. ونتأمل في الاثناشر دول نلاقي ملمح خطير جدا، إن الستة اللي قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده كانوا كلهم من الخزرج، لكن الاثناشر اللي جم بعد سنة كانوا من الخزرج والأوس، من الفريقين المتصارعين، مش فريق واحد بس. بشارة بإن الصورة مش هتكون إن الخزرج يسلموا ويظل الأوس على شركهم ويتحول الأمر إلى معارك قبلية فيها طرف مسلم والطرف التاني مشرك، لا، بل قدر العدد البسيط من الشباب اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه يتجاوز حواجز الثارات الجاهلية والعصبيات القبلية ويوصل بالدعوة إلى قلوب الأوس، وبقى المسلمين جماعة واحدة بغض النظر عن كونهم من الأوس أو الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على إيه؟ نلاقي الكلام كله تركيز على البناء الداخلي ليثرب، تربية النفوس، مفيش كلام خالص عن قتال، لأن القتال لا يكون إلا بعد بناء الإنسان فكريا وعقديا على ضوء الإسلام وقيم الإسلام، ساعتها بس ممكن نقدر نتكلم في قضية الجهاد والقتال، لأن بدون التربية دي والبناء ده المفاهيم هتختلط في ذهن الفرد المقاتل، مش هيعرف يفرق مثلا بين اندفاعه للجهاد في سبيل الله وبين الحماسة لنفسه أو لأهله أو لأرضه. عشان كده البيعة الأولى كان التركيز فيها على الدعوة والبناء والتربية، الناس دي لازم تخرج من أم الثارات الجاهلية والعصبية القبلية الأول. إزاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على إيه بالظبط. أولا المفاصلة الفكرية والعقيدية، التميز الفكري بالثورة على الأفكار السائدة في المجتمع بأن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثانيا المفاصلة السلوكية، التميز السلوكي والأخلاقي عن المجتمع، بقى ليهم قانون ومنهج رباني ملتزمين به، مش أعراف المجتمع اللي بتحكمهم، فلا سرقة ولا زنا ولا وأد للأولاد أو البنات ولا افتراء بالكذب على أحد، ودي لوحدها قمة التربية. اللي يقدر يلتزم بالمنهج ده وسط مجتمع يعج بالزنا والبهتان الفكري فهو إنسان ملك زمام نفسه وأصبح مؤهل فيما بعد للجندية الحقيقية. ده كان تدريب الجيش بتاع المسلمين. ثالثا تغيير الولاء، خلاص انتهت الطاعة للقبيلة أو قيادات المدينة وبقت الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمخالف للأوامر دي عاصي. ميزان الطاعة والمعصية ما بقاش طاعة أو معصية أوامر رئيس القبيلة، ولكن بقى الميزان هو طاعة أو معصية أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في مكة. رابعا تربية الوازع الداخلي في النفوس، فعقوبة المعصية من الله سبحانه وتعالى مش من سلطة القانون، وأجر الوفاء والالتزام هو الجنة، مفيش مكافآت مادية أو ترقيات من النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة التربية مرحلة ضرورية جدا حتى وإن كانت قصيرة، لأن المعركة اللي مقدمين عليها في الأساس معركة قيم ومبادئ. سبحان الله،
النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 13 سنة بيربي المسلمين في مكة، لسه هيستنى لما يربي المسلمين في المدينة قبل ما يهاجر وسط التضييق والاضطهاد اللي في مكة؟ ما يهاجر الأول وبعدين يبقى يربي براحته؟ لا، الصبر. الزمن ملهوش أي وزن في المعادلة هنا. القضية قضية كيف مش قضية كم. ما ينفعش حد يتحمل مسؤولية الدعوة دي إلا المؤهلين لأداء الدور ده، وإلا تضيع الدعوة. 13 سنة من التربية في مكة، ولكن نصبر حتى تؤتي التربية ثمارها في المدينة أيضا. التربية في المدينة احتاجت سنتين بس، عشان زي ما قلنا قبل كده العوائق انزاحت كلها بالفعل بمقتل القيادات القديمة في الحرب. ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.